السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الأفكار اللي كانت موجودة في ألعاب الفيديو وجالسة تختفي بشكل تدريجي، وراح نناقش إيش سبب وجودها من الأساس وليش اختفت مع مر الزمن. وقبل ما نبدأ لا تنسون حطوا زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. معكم فهد الشيحة، والحين خلونا نبدأ. ألعاب الفيديو في الثمانينات كانت شيء جديد بالنسبة لهم، ووقتها كان فقط متوفر في صالات الأركيد، والشركات كانت لازم تعطي حافز يخلي الناس تلعب ألعابهم وتحط قروشهم في أجهزة الأركيد. وعشان كذا تم ابتكار فكرة الهاي سكور. هي بكل بساطة نقاط يجمعها اللاعب من خلال تحقيق بعض الأهداف في اللعبة. مثلا في لعبة باكمان كان موجود فيه فواكه مختلفة في مضمار اللعبة، وكل فاكهة كانت ترمز إلى نقاط معينة وتنضاف إلى رصيد الهاي سكور الخاص فيها. وطبعا يكون في نوع من التحدي انك تجمعهم، لان الهدف من لعبة باكمان هو تجميع النقط الصفراء في نفس الوقت، ايضا اكل اشباح، وهذه ايضا تعطيك نقاط اضافية تنضاف للرصيد. واللعبة ما لها نهاية من ناحية المراحل، وطبعا الناس صاروا يتسابقون مين يقدر يجيب اعلى سكور في صالة الاركيد، وطبعا هذا الشيء صار جزء اساسي من العاب الفيديو وقتها، الى ان وصلنا الى اخر الثمانينات وبعد انتكاسة سوق العاب الفيديو المشهورة. أتت نينتندو بجهازها المنزلي الـ NES أو Nintendo Entertainment System، وأصدرت معاه لعبة سوبر ماريو براذرز. وطبعاً نينتندو وقتها كان عندها خبرة كبيرة في سوق الألعاب، خصوصاً صالات الأركيد، لأن كان عندهم لعبة دونكي كونغ. ولما دخلوا لسوق الألعاب المنزلي غيروا طريقة اللعبة بحيث أضافوا مراحل فيها، يعني اللعبة صار لها نهاية، وأضافوا فيها أيضاً أرواح أو عدد محاولات، لأن الجهاز المنزلي ما في قروش يحطها اللاعب فيه عشان يقدر يكمل اللعبة. واللعبة كان فيها هاي سكور وتقدر ترفعه بتجميع القروش المبعثرة في اللعبة وقتل الأعداء وأيضا القفز على العلم. لكن لاحظوا أن الناس ركزت أكثر على مستوى التقدم في اللعبة أكثر من رقم الهاي سكور، لدرجة ما تمت فيها أبدا. والشيء الوحيد اللي كان يعطي سبب تجميع القروش هو أنه بعد ما تجمع 100 قرش في ماريو راح تحصل على محاولة إضافية، وهذا الشيء وضعته نينتندو وما كانت تدرك مدى اهميته وقتها وكيف انه راح يضيف حاجه اساسيه في الالعاب في المستقبل. مع ان الهاي سكور استمر في فتره طويله من الالعاب، الا انه في النهايه تم الاستغناء عنه لعدم اهميته، وحتى عدد المحاولات في الالعاب ايضا في طريقها الى التلاشي، والسبب ان نقاط الحفظ التلقائيه او التشيك بوينت اصبحت مكان الارواح، بحيث خسر اللاعب راح يقدر يكمل مباشرة من مكان انحفظت فيه اللعبة تلقائيا. بعدها شركات كثيرة صارت تطور ألعابها بأن تضع مراحل فيها متنوعة عشان تزيد من عمر اللعبة وأيضا اهتمام الناس فيها. وطبعا الصعوبة كانت تختلف في المراحل، والمشكلة أن في ألعاب كانت جدا صعبة مثل لعبة نينجا جايدن، إلى الكثير من الناس يتفقون على أنها من أصعب الألعاب في التاريخ، وكان فيها مراحل كثيرة وطويلة وعدد المحاولات ما كان كافي لإنهائها. إذا انتهت محاولاتك في اللعبة راح تضطر انك تعيد من بداية المرحلة اللي وصلتها، وإذا سكرت الجهاز راح تضطر انك تعيد اللعبة من جديد من بدايتها. عشان كذا تم ابتكار نظام الباسورد في الألعاب، هو عبارة عن كلمة سر تحصل عليها بعد إنهاء كل مرحلة، وراح تخليك تكمل من المرحلة اللي انت وصلت لها في اللعبة. وهذه الطريقة سهلت حياة اللاعبين بشكل كبير جدا، خصوصا ان صاروا يقدرون يسكرون اجهزة الالعاب ويكملون لعبهم في المرحلة اللي وصلوها متى يبغون. واستمرت فكرة الباسورد وقتوية في الالعاب الى ان تم استبدالها بنقاط الحفظ. وكان في استخدام اخر للباسورد، هو انه كان يسمح للاعب بتفعيل ادوات للغش في اللعبة، مثل محاولات ما تنتهي، اسلحة وذخيرة ما تنتهي، وحتى قائمة اختيار المراحل. وطبعا هذا الشيء أسعد الكثير من اللاعبين وسهل عليهم ألعاب كثيرة جدا. وبعدها تم استبداله بترتيب أزرار تضغطهم مثل اللي موجودة في ألعاب GTA المشهورة. طيب خلونا الآن نرجع لاختيار المراحل، لأنها أيضا مراحل ألعاب في طريقها إلى التلاشي، والسبب هو ألعاب العالم المفتوح، لأن الفكرة الأساسية من مراحل ألعاب هو التفريق بين مناطق اللعبة المختلفة وفي نفس الوقت إعطاء طابع خاص فيها. هذا غير الأسباب التقنية في تحميل المرحلة، لكن ألعاب العالم المفتوح غيرت المفهوم هذا وخلت مراحل اللعبة في مناطق مختلفة في الخريطة، واللعب عليه أن يكتشفهم بنفسه، وصار ما يحتاج يكون في تقسيم مراحل في الألعاب.
وفي الثمانينات نينتندو أيضا ابتكرت خاصية جديدة ومفيدة جدا، وهي بطارية الحفظ، بحيث اللعبة بشكل تلقائي كانت تحفظ تقدمك في اللعبة. وأول لعبة طبقتها هي لعبة The Legend of Zelda، لأنها كانت لعبة ما فيها مراحل وإنما مناطق مختلفة، والسبب أن ألعاب كثيرة ما استخدمت فكرة الحفظ عن طريق البطارية هي أن البطارية إذا انتهت ملف الحفظ كله راح ينحذف. وعشان كذا استمروا بعض الشركات في استخدام الباسورد في معظم ألعابها، إلى أن جاءت ألعاب تستخدم بطاقة الذاكرة للحفظ التقدم فيها مثل جهاز بلايستيشن الأول. وأيضا في نهضة البلايستيشن الأول كان في سلسلة ألعاب قتالية مشهورة اسمها تكن، واشتهرت في الرسم الثلاثي الأبعاد وأيضا كثرة الشخصيات وتنوعهم فيها. لكن في بداية اللعبة راح كان يعطيك بعض الشخصيات الأساسية، وعشان تحصل على باقي الشخصيات لازم عليك أنك تختم طور الأركيد بكل شخصية، وبعد ما تهزم الزعيم الأخير راح تحصل على شخصية جديدة. هذه الفكرة كان اسمها Character Unlocking أو تطليع الشخصيات، وصارت موجودة في ألعاب قتالية كثيرة وصارت جزء أساسي منها بعد. لكن مع التقدم في الأجيال وانطلاق البطولات الرسمية والغير رسمية في ألعاب القتال، الناس اطفشت من موضوع الكاركتر أنلوكينج، لأنها تبغى أول ما تنزل اللعبة على طول تكون متوفرة كل الشخصيات الموجودة فيها عشان يقدرون يتدربون على شخصياتهم المفضلة، وما يحتاج أنهم يضيعون وقت عشان يسوون أنلوك أو أنهم يطلعون الشخصية. ومن أشهر الألعاب اللي طبقت هذه الفكرة هي لعبة ستريت فايتر 5، بحيث من بداية اللعبة كان في جميع الشخصيات يكونون طالعين من البداية، وهذا كان شيء إيجابي لمجتمع اللاعبين القتال، لأن كثير منهم يكون عنده دوامات أوقات طويلة وما عنده وقت يضيعه عشان يطلع كل الشخصيات في لعبة قتال. وأيضا سبب آخر هو أن في بعض الألعاب كانت تستخدم طرق مزعجة عشان تقدر تطلع الشخصيات فيها، وأكبر مثال كان لعبة Marvel vs. Capcom 2 على جهاز السيجا دريم كاست، بحيث كان تطلع الشخصيات عن طريق متجر داخل اللعبة تصرف فيه قروش تأخذها عن طريق لعبك في اللعبة. هنا ما في مشكلة، لكن المصيبة إن في بعض الشخصيات ما تطلع إلا باستخدام قروش خاصة تحصل عليها من خلال لعبك بالأونلاين ضد الناس. وقتها الإنترنت ما كان حاجة منتشرة وناس كثير ما كان عندهم، وزعلوا إنهم ما قدروا إنهم يطلعون شخصيات مفضلة. وفي النهاية طريقة الأنلوكبل كاركترز أو تطلع الشخصيات في طريقها إلى الاختفاء. وفي طريقة ثانية أيضا في تطلع الشخصيات، بس هذه ما تقدر تطلعهم إلا عن طريق كلمة سر أو حاجة سرية تسويها داخل اللعبة، واسمها Hidden Characters. ألعاب كثيرة اشتهرت فيها مثل سلسلة Mortal Kombat وألعاب Street Fighter Versus، ويمكن من أشهر الألعاب المعروفة اللي طبقت هذه الطريقة هي لعبة Winning Eleven 3 أو المعروفة بالدوري الياباني عندنا. صحيح أنها لعبة كورة لكن كان فيها فريق سري وكان جدا قوي اسمه فريق العالم، مكون من أفضل لاعبين العالم، وما تقدر تطلعه إلا باستخدام كود معين في صفحة اختيار الفرق. وطبعا مع الوقت الطريقة هذه صارت في طريقها إلى الاختفاء. وهذه كانت الأفكار اللي كانت موجودة في ألعاب الفيديو وجالسة تختفي بشكل تدريجي. أعطونا رأيكم فيها، وإذا عندكم أي أفكار ثانية ما ذكرناها اكتبوها تحت في الكومنتس. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.